مباشرة إلى الغرب الجزائري ولاية وهران، وعملية الترحيل التي انطلقت ربما قبل قليل أو تنطلق في هذه الأثناء مع موفدنا إلى هناك أحمد بوطاف، ونقل مباشر لعملية ترحيل أكبر الأحياء الفوضوية وهو حي شكلاوة. 560 عائلة سيتم ترحيلها إلى سكنات جديدة بوادي تليلات. أحمد بوطاف، لا أدري إن كان معنا مباشرة. أحمد، نعم هو معنا. أحمد بوطاف، صباح الخير، تفضل. نعم، صباح الخير زميلي ياسر، صباح الخير أعزائنا المشاهدين في هذا البث المباشر الذي يأتيكم من ولاية وهران، حي شكلاوة أكبر حي فوضوي بمدينة وهران. اليوم انطلقت عملية إعادة الإسكان والترحيل إلى حي وادي تليلات بولاية وهران، حيث خصصت مصالح الولاية أزيد من 560 وحدة سكنية عمومية إيجارية. سيتم إعادة إسكان هذه العائلات المرحلة إلى القطب العمراني الجديد بوادي تليلات دائما بولاية وهران. هنا عملية الترحيل، يعني كل المصالح مسخرة، مصالح الأمنية، مصالح البلديات ومصالح الولاية، من أجل إنجاح هذه العملية التي طالما انتظرها سكان حي شكلاوة، والتي تعتبر يعني إضافة للبرنامج الجزائر لإعادة إسكان سكان يعني والقضاء على الأحياء الهشة والقصديرية والفوضوية التي طالما كانت نقطة سوداء تشوه مدننا بشكل عام. ربما أحمد، السؤال مطروح. نعم السؤال مطروح، موعدنا الإخبارية. نعم أحمد، السؤال مطروح هو لكم سنة كان هؤلاء الذين هم من حولك يقطنون في هذه البيوت القصديرية ربما إلى أن أتاهم الفرج والرحلة يعني؟ نعم زميلي، نعم لم أسمع. لا السؤال كان حول عدد السنوات، كم سنة قضوها في هذه البيوت القصديرية؟ نعم زميل ياسر، يعني يعتبر هذا الحي أقدم حي فوضوي بولاية وهران، يعني ربما أكثر من 20 سنة، والسكان ينتظرون يعني بصيص الأمل والظفر بمسكن لائق كجميع طيب الجزائريين. أحمد، ستوفينا أو سنعود إليك في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة ربما مع تسجيل متدخلين من السكان ومن المسؤولين عن الترحيل. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة المباشرة، كنت معنا من وهران وترحيل حي سكان حي شكلاوة.